تبارك اليوم وانتصارنا تبارك ان شاء الله، وكنتمنوا من نكمل معنا الماتش اليوم. وشنو نقولوا للاتحاد العاصمه الجزائري؟ شنو نقولوا اليوم؟ شنو نقولوا لهم؟ مرحبا بهم في المغرب، وديما مغربنا مغرب المغرب وصحراء صحراؤنا. الله الوطن الملك، عاش الملك، ديما مغرب. حنا ناس زوينين يجيو يلعبوا عندنا، مرحبا بهم. حنا ناس غايه يشوفوا اي حاجه زوينه باذن الله، خصوصا ان المغاربه شعب زوين، شعب زوين وغاية بزاف بزاف. المغرب الشعب ديالو بالملك بكل شيء، بكل شيء. محمد السادس نصره الله بكل شيء. بركان لانه هو بركان عزيز علينا، وان شاء الله جوج الظاهر ان شاء الله. التوقعات ديالك اليوم واش اتحاد العاصمه غينسحب ولا غيكمل؟ لا خصهم يكملوا معنا، خصهم يكملوا معنا من كازا، وانا نتفرجوا بركان ان شاء الله ضروري. اه التوقعات ديالك ان شاء الله؟ التوقعات ديالي ان شاء الله شي ثلاثه اخرى هي سته ان شاء الله غنربحوا ان شاء الله تزيد. في حالة ما اتحاد العاصمة انسحب، تا هي ربح. إلا انسحبوا يعني راه خايفين، راه ما كاين والو. داك الشيء ديال السياسة بوحدو، الكرة بوحدها، الكرة ما فيهاش العاطفة، فهمتي؟ التيران انزلوا معنا للتيران ومرحبا. وحنا ديما مغرب، حنا كنشجعوا بركان على قبل هذا المشكل اللي طاري ديال الراية، والراية غتبقى ديما، وان شاء الله غنزيدوا نكبروها ان شاء الله. ديما مغرب والصحراء المغربيه وعاش الملك. هذا البركانيه غادي تمثل المغرب كامل، وهذا الشيء اللي راه مفرحنا بزاف ومخلينا متشوقين نتفرجوا هذه المقابله، وان شاء الله يكون غير الخير. غنشوفوا اليوم العنصر النسوي بكثره ان شاء الله في الملعب. ضروري العنصر النسوي كامل، واخا ما كانش كيشجع لي ماتش اللي قبل حيت كنا نلعبوا غير مقابلات غير مدينه ضد مدينه، ولكن اليوم حيت غادي نمثل المغرب كامل وغادي نلعبوا ضد دوله اخرى اللي هي الجزائر، ضروري العنصر النسوي غادي يكون حاضر. بالتوفيق ان شاء الله. واه. اذا غادي تشجع النهضه البركانيه اليوم بقوه. لا 100% ان شاء الله، علاش لا؟ النهضه البركانيه في الدم كما نقول. الاعتصامات ديالك المقابله اليوم؟ ان شاء الله نغلبوا بنتيجه زينه ان شاء الله. نحن واش بغينا يكون داك الشيء نظام وتفوت الاجواء زوينه، ويكون ان شاء الله واحد المقابله نقيه باش ديري لنا واحد النظره نقيه ان شاء الله. في حاله ما اتحاد العاصمه انسحب. انسحب داك الشيء شغله هو ديجا انسحب، وغادي يمكن ما نضلش انا انسحب. علاش؟ حقاش واحد الاستقبال ان شاء الله زوين، وان شاء الله غادي يكون ماتش زين وما غاديش ينسحب.